وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من لندن الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي. أستاذ أحمد، بعد التحية، كيف قرأت الاتفاقيات التي أقرتها منظمة التجارة العالمية وانعكاسها على الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد الأمن الغذائي وأيضا مواجهة تداعيات فيروس كورونا؟ يعني لا يمكن اعتبارها واقعيا بالاتفاقيات. يعني أهم قضية تواجه الاقتصاد العالمي ككل وكذلك أيضا الإنسانية جمعاء هي التداعيات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وإمكانية الدول الفقيرة إنتاج اللقاحات الضرورية من خلال منح شركات إنتاج الدواء ومراكز البحوث العلمية خاصة في الدول الغربية تراخيص الإنتاج لمثل هذه الدول. منظمة التجارة الدولية فشلت في تأمين مثل هذه التراخيص، وبالتأكيد هذا فشل كبير جدا. كذلك أيضا إذا انتقلنا بخصوص التعرفة الجمركية التي طالما تم مناقشتها بخصوص التجارة الإلكترونية، كل ما تمكنت القيام به منظمة التجارة الدولية هو يعني إيقاف مثل هذه التعارف الجمركية لفترة زمنية قد تتجاوز السنة. ما يشير بوضوح إلى أن منظمة التجارة الدولية بالرغم من أنها تضم تحت مظلتها 164 دولة ما زالت عاجزة عن فرض استراتيجية واضحة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد العالمي، يمكن أن تستفيد منها الأجيال المقبلة. وهذا بالتأكيد يشير بوضوح إلى أن هذه المنظمة تحتاج بشكل فوري وعاجل خطط بناءة للإصلاح الهيكلي، لأنها بالتأكيد لا تتناسب مع التغيرات الكبيرة والمهمة التي شهدناها بخصوص الاقتصاد العالمي وكيف أن العالم بات منقسما إلى أكثر من قطب بما يتناقض مع كيف كان الوضع أيام الحرب الباردة. كان العالم منقسم إلى قطبين، ولكن في نفس الوقت كان هناك إمكانية للوصول لمثل هذه الحلول. يعني هنا يأتي ذكر مثال واضح. مجموعة العشرين التي تضم أكبر 19 اقتصادا بالإضافة للاتحاد الأوروبي، هذه المنظمة قادرة أكثر بكثير لكي توجد الحلول اللازمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولكن حاليا بسبب التطورات الأخيرة والتبعات الاقتصادية المباشرة لفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وكذلك أيضا مخاوف صينية من أنها يمكن أن تواجه نفس المصير إذا قامت بعملياتها العسكرية المرتقبة ضد تايوان، مثل هذا الوضع بالتأكيد سوف يعني يضعف مجموعة العشرين بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها. نعم طبعا، مجموعة العشرين من المجموعات أو التكتلات الهامة أو أهم التكتلات على مستوى العالم، ولكن هنا نقطة بشأن الأنباء المتداولة حول محاولة آلاف الأثرياء في روسيا مغادرة البلاد وانعكاسها على الاقتصاد الروسي، إن صحت طبعا تلك الأنباء. نعم، هذه أنباء صحيحة. هناك يعني هناك العديد من أثرياء الروس يحاولون إيجاد يعني أسواق جديدة لاستثماراتهم، ولكن ما يمكن هذه الوجهات الجديدة لاستثماراتهم هي بالتأكيد سوف لن تتعارض مع الاستراتيجية الروسية أو التوجه الروسي للمرحلة المقبلة، لأن جميع الدول التي يمكن أن تستقبل مثل هذه الاستثمارات لديها علاقات جيدة جدا مع روسيا، انطلاقا من كون أن العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت على روسيا تمنع منعا باتا كل هؤلاء الأثرياء من الاستثمار في الأسواق الغربية. وهنا يعني أصدق مثال هنا في بريطانيا كيف أن الحكومة البريطانية قامت بإجراءات صارمة ضد الأوليغارش الروس، في مقدمتهم أبرومويتش الذي خسر كانت مليارات. هناك إجراءات من قبل الحكومة الإنجليزية أو في إنجلترا، وتم تجميد بعض أرصدة رجال الأعمال الروس. شكرا جزيلا سيد الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، كنت معنا هاتفيا من لندن.